السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم حنان فلوج بوصفة جديدة اليوم اللي هي غادي نصاوبوا الفرماج انا وياكم ان شاء الله. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير كيفاش غادي يجيكم الفرماج، وغنشوفوا دابا المقادير على بركة الله. ودابا حبيباتي دوما المقادير ديال الفرماج ديالنا، عندي لتر ديال الحليب. الحليب خديت الصراحه غير ديال العادي، اولا كان الحليب ديال البقر من الاحسن ليكم. هنا عندي 3 معالق ديال الخل، عندي معلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال الخماره. عندي هنايا 4 ديال الفرماجات. الفرماج كيبقى على حسب، يا اما المربع ولا هذا المثلث اللي عندكم متوفر. وعندي 2 أصفار بيضه. غادي ناخذ على بركه الله، ناخذ كسرونه ديالي نخوي فيها الحليب ديالي، لترو ديال الحليب لترو. غادي نديرو فوق البوطه ديالي باش يدفى ليا شويه. دابا حبيباتي منين غيبدا يدفى ليا شويه الحليب ديالي، كيبدا يدفى غادي ناخذ 3 ديال المعلقات ديال الخل، غنزيدو عليهم على الحليب، وغادي نبدا نحرك. وغادي نقص البوطه باش نخليه يدفى ليا الحليب مع الخل على نار مهيره. فوالا، هو يبدا. هانتوما نشوف هنا ما يبانش ليكم، غادي يبدا يدير ليا دوك الكتلات ديال الحليب، غيبدا يتجمع ليا الفوق، ونقص عليه البوطه ونبقى غير نحرك نخليه حتى يزيد يتعزل ليا الحليب على الماء. فوالا، هو داك يتفرز ليا، انا مستمره في التحريك. نخليه حتى يتفرز ليا مزيان، عاد ندفع عليه البوطه. وديما اهم حاجه البنات هي انكم تخليو البوطه ناقصه شويه، ماشي البوطه مجهده، باش كيتفرز لينا على خاطر داك الحليب. كما كتشوفوا اخوتي، انتما كيبان لكم هكذا الحليب تفرز على الماء، بدا كيدير لينا الحليب هاد الكتلات هكا، ولا هاد الحبيبات بحال هكا. يعني هنا راه بدا كيطيب، ونبدا واخا هكاك نستمر في التحريك وغير بشويه هكذا، واحد نزيد واحد 10 دقائق مثلا عاد نطفي عليه. دابا خوتي من بعد ما نفيت هذا الحليب ودرت له شويه ديال الخل وداك الشيء، غادي نخويه في الصفايه. يعني الصفايه اللي ما غاديش يهبط لكم من هذاك الشيء ديال الحليب، وغادي نبقاو نبركو شويه هكا على حتى يهبط لنا داك الماء منه. نخليو غير شويه الماء، ماشي مشكل. هاد الماء هذا غادي نحتاجوه، غادي ناخذو مقله اللي المقله اللي نتوما كترتاحوا فيها تخدموا فيها، اي مقله كتعجبكم تخدموا فيها.
غادي تاخدوها غادي تخويو فيها هاد كما كتشوفوا انا الطاو ديال الحليب عطاني هاد الكميه هكا تقدروا اللي بغى يضاعف ماشي مشكل نحاول أنني ندير هكذا غادي ناخد جوج بيضات جوج صفار ديال البيض عفوا وغادي ناخد الفرماج ديالي ناخد هاد الفرماج ربعة ديال الفرماجات ناخد معلقة ديال الخمارة وناخد معلقة ديال الملح انا معلقة صغيرة الصراحة جاتني البنات هي هذيك وانما نتوما شوفوا على حسب الذوق الملحة حيت انا قلت الفرماج مالح والخل وداكشي يعني اكتفيت غير بمعلقة صغيرة وغادي نمعس هادشي مزيان تمعسوا هاد الفرماج مع هاد مزيان حتى كيتجانسو هاد المكونات كما كتعرفو دابا البنات بمناسبة الشهر الكريم كنحتاجو فرماج الحمر بزاف كنحتاجو في الشهيوات في الطبلة ديالنا علاش لا تتحطي بعض المرات كتكوني عيانة ماما قادرة ديري والو كت لقسم الله كتحطي وكتبغي غير تزوقي الطبيلة ديالك حيت راه دائما انا هاد القضية فيا في رمضان البنات كناكل بعيني كتر من اللي كناكل انا ما عرفتش واش يعني كاع الناس في حالي ولا كتعجبني تكون الطبيلة ديالي عامرة ونكون زعما تكون طبيلتي عامره وفيها الشهيوات ومنوعه ولكن اون فوا كنجي انا نفطر تنشرب غير الماء نفرق الصيام ديالي مثلا الا خديت حريره صافي وشي لاخر ما كنقدرش كاع نبصل المهم كنخلطوا هادشي البنات مزيان هكا حتى كيتجانسوا لينا هاد المكونات كاملين يعني غادي خص يكون عندكم شويه ديال الخاطر باش تبغوا تصاوبوا الفرماج غير شويه ديال الخاطر وغادي نشعل البوطه ديالي صراحه غادي نشعل غنشعلها في هذا الصغير وغادي ننقص البوطه انتم كتشوفوا البوطه راه منقوصه لان هاد الطريقه دابا هاد المرحله هذه خص البوطه البنات تكون ناقصه ما امكن وكنديرو فوق البوطة وكنبقى نحرك نحرك شوية بشوية حتى كيتجمع ليا داك الخليط كيولي علاش كنعجينة المهم هانتوما خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة كاملة كما كتشوفوا حبيباتي دابا كتجمع لينا فحال شكل عجين هكذا كنبقاو نقلبو فيها مدة ديال 15 دقيقة حتى كتجمع لينا على هاد الشكل هكا كتولي لنا فحال العجين غنخليها غير واحد 5 دقائق تبرد وغادي ناخدها هي سخونة ونحاول فحال ندلكها باش نجمعها وخليكم معايا باش تشوفوا الطريقة نستمروا البنات هكذا المدة ديال واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق حتى كتبدا تبرد لينا في يدينا يعني ما كنبقاوش نحسوا بديك الحرارة اللي كانت بها في الاول بحال كتعلكوا شي عجينة المهم انا غادي نحبس دابا
ندير هاد الاطراف حتى انا هاد الكره انا نوريكم التتمه ديالها. نغسل يدي وانا معاكم. هنا حبيباتي خديت واحد الزليفه، اي زليفه نتوما بغيتوها الصراحه، على العبار بغيتوها مستطيله بغيتوها مربعه، اي اناء زعما عجبكم ديروا فيه الفرماج، اي زلافه اي حاجه ماشي مشكل، غير هي تحاولوا انكم تدهنوها بشويه الزيت. انا خديتها هنايا ها هو شويه ديال الزيت، غادي ندهن الزليفه ديالي مزيان بهذا الشكل هكا. غادي ناخذ الفرماج ديالي دي كورو هكا، هانتوما راه كيولي مجموع على هاد الشكل هكا البنات، ما تخافوش منو نهائيا. هكا نجمعوه مزيان. غادي ناخذ هاد الزيفه هادي وغادي نبركو عليها، نقادو هاد الفرماج ناخد معلقة نبقى ندير هاد الشكل هكا حتى كيتقاد ليا مزيان. وغادي ندير لي انا السلوفان، من الاحسن البنات انه يبات ليله كامله في الثلاجه، غير في الثلاجه لتحت ماشي في الفريغو او الكونجيلاتور. وغادي ناخذ السلوفان غادي نغطيه، من الاحسن انه يبقى 12 ساعه باش كيعطي النتيجه ديالو صحيحه 100%. ناخذ هكا مزيان باش ما يديرش ليا ديك القشره من الفوق، وغادي ندخل الثلاجه ديالي ان شاء الله نخلي ليله كامله. ومنين غادي ندوز ان شاء الله ليله غادي نوريه لكم في النتيجه الاخر كيفاش خرج ليا. كيف ما كتشوفوا حبيباتي هذا هو الفرماج الاحمر ديالنا اللي صاوبت معكم على هذا الشكل هكا. الصراحه يستاهل التجربه، والله العظيم يستاهل التجربه. انا نحاول نقطع معكم طريف، كيجي على شكل الفرماج، الفرماج احمر بصح، يعني يستاهل التجربه. نتمنى منكم انكم تجربوه وتردوا عليا، وما تنساوش ليا لي لايك، واللي ما عنديش في القناه ديالي يفعل زر الاشتراك ويفعل الرنة باش يبقى يوصلوا اي جديد. المهم كنحصلوا على هذا الشكل هكا، تيجي على شكل الفرماج احمر ديال بصح، يعني تستعملوه مع اومليت، مع مثلا بيتزا، لي ساندويتش، اي حاجه اي حاجه تبغوا ديروها. وبالنسبه زعما صحي مصاوبون وعارفين شنو دايرين فيه، يعني حاجه ديال الدار خير من ديال الزنقه. نتمنى منكم انكم تردوا عليا في لي كومونتير واش جربتوه وجاكم زوين ولا لا. والله العظيم الا كيجي البنات رائع بحال الفرماج ديال بصح ديال الحانوت. كنبغي نقول لكم لهذا الفيديو هذا شكرا لكم على المتابعه ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف، والى فيديو جاي ان شاء الله.